هل يباغتني سعد بكير؟ سعد جول! جول 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 من سعد بكير. قل في بيرو بنادي برجابي الهدف الثاني، قلت مواجهه بيرو بين سعد بكير يرتكب الخطا قدام ترجع له. تابع العمليه دريس المحيسي، خطير التحضير، تسديد سعد بكير وهدف. الهدف هدف التعادل على طريق سعد بكير، تسديدة يسارية قوية من سعد بكير، هدف التعادل لصالح الترجي. سعد بكير بكير الهدف الثالث، سعد بكير يسجل الهدف الثالث، سجل في الذهاب في رادس، شارك في الخمار. أنت توصي بكير، قلت لك هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. ما لعبوش مع سعد بكير لعبة، هدف باركي من حسين الراقد، ادريس المحيرسي وسعد بكير، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي من عملية ممتازة من جانب والكرة والتنفيذ من سعد بكير، شيء كبير، سعد بكير هدف أول للترجي. المخالفة السابقة سعد بكير والهدف الأول، افتتاح النتيجة لسعد. أكيد تجسم على الميدان إعادة من جديد لضربة الجزاء المنفذة من سعد بكير، أكيد وواضح واحترام لفريقه السابق. الثنائية لمتوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي من تمهيد من آدم رجيبي، والهدف الثاني لسعد بكير في مكان يحفظه سعد بكير. البقية مهاجم الترجي الرياضي على طريقته يغادر الحارس بلال السويسي، هدف مقابل الى تاع ياسين الخنيسي، كره للترجي، روتري سعد بكير، التصويبه والثاني، الهدف الثاني للترجي سعد بكير. واضح بكير لم سعد بكير الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق سعد بكير من مخالفة رائعة مباشرة. سعد بكير يكون مصدر الخطورة بتمريرة حاسمة الخنيسي، يلعب كرة وسعد بكير يسجل 1-0. سعد بكير يغالط بشير، 1-0 للترجي. بكير أعطى الأولى وأعطى الثانية وتكفل هو بتسجيل. يدخل إلى أرضية الملعب آدم دمبيه، كرة الترجي يبحث عن التقدم، يبحث عن التسجيل، يبحث عن الانتصار في هذا الموسم. هي 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 الله الله الله. بأقدام أبنائي المكشخة، بأقدام أبنائي. سجل فيه وليد أزارو هدفه الأول مع النادي الأهلي، هجمة النادي الترجي ناحية الشمال، ممكن التسديدة، جول جول سعد بكير من بدري مع أحداث الشوط الثاني، يفرح الدم والذهب أبطال. سابها غيلان الشعلالي وهذه التسديدة حلوة حلوة حلوة، هدف ثاني، هدف ثاني، هو مباراته خلاص. سعد بكير النادي إعادة للهفوة الكبيرة من محور دفاع نادي أولمبيك مدين، الاستغلال على الوجه الأكمل لسعد بكير بعد المضايقة، وأيضا بعد التأخر في النتيجة. وهذه كرة أخرى ومحاولة للترجي في الباكس، سعد بكير الثاني لا جول 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 جول. بكير يا خطير، سعد بكير، سعد 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 الترجي بهدف ثاني في اللاعب عبد البالي البدري، ياخذ الكره كوليبالي والثاني في الطريق والهدف الثالث بكير، يعدلها بكير، يعدلها بكير بلمسه، يرجع الترجي. سعد ببكير متابع كان في محل الترجي باللمسه الوحيده، يخترق دفاع كامبالا، كره في المره الاولى تصدر الحارس وسعد بكير. كولي واحده، كولي جريلو جريلو، هي خنيسي خنيسي خطيره، والكره وهدف.
البلايلي بامتياز ترجع كرة بدري، بدري حط الكرة، هيا 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 من يوسف البلايلي، تبادل الادوار مع حمد الله هوني، البلايلي 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 على مستوى التمرير، جول 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 جول، الله 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 يا بقير، الله الله يا سعد يا بقير، يمشي سعد بقير حاط الكوره وهدف شدوا تشاو بيلا تشاو بيلا، والكرة للثاني يضرب الكرة حطها بكير، العب كرة الثانية بكير، الثانية بكير، الثانية بكير، دير يا بكير دير، دير يا بكير دير، ونحن وراك بالبندير، اثنين بلاش، اثنين صفر للترجي الرياضي التونسي لما يتواجد بكير. تعادل بكير، هدف أول من سعد بقير، بقير يعرف مكان النهائي للكرة، 11 دقيقة لعب، الأرض بقية للترجي، سعد بقير باللي هجمة معاكسة، يفتكها سعد بقير، سعد يسدد والثاني، أوه ملا سعد، ملا دقة وملا قوة في التسديد، التسديد في الزاوية البعيدة، اللي هو والرابع للترجي، سعد بقير يسدد والثالث. ملا سعد الدير في 86 ابدع سعد الدير في هذه المباراه رغم دخوله الشعباني هذه الاعاده. ينطلق قدم رجابي، رجابي على الجهه اليسرى بكره مع حسين الربيع، ملعوبه لسعد بكير، تصويبه يعدلها عدلها عدلها سعد بكير، سعد بكير الخطير يتمكن، وزير السعاده في الترجي يتمكن من تسجيل هدف ينطلق قدم رجابي، رجابي على الجهة اليسرى بكرة مع حسين الربيع، ملعوبة لسعد بكير، تصويبه يعدلها عدلها عدلها سعد بكير، سعد بكير الخطير يتمكن، وزير السعادة في الترجي يتمكن من تسجيل هدف